السلام عليكم. ليس صحيحا ما يفعله بعض إخواننا الدعاة والمؤثرين من تعشيم الناس بنصر عسكري قريب في غزة، وكأن الكفاية قد تحققت بمن يقاتل هناك. ليس صحيحا أن ثمن النصر قد قدم من دماء وأشلاء أهلنا في غزة، وما بقي علينا إلا أن ننتظر البضاعة تحرير الأقصى وفلسطين. ليس صوابا أن يدعو الأئمة والخطباء اللهم نصرك الذي وعدت، بمعنى النصر العام للمسلمين، وكأننا قمنا بما اشترطه الله علينا لينصرنا. ليس صوابا أن يعشم الدعاة الناس برؤى يراها هذا وذاك على أنها تعني النصر في هذه المعركة، فيبقى الناس مخدرين ينتظرون تحقق هذه الرؤى. ليس صوابا أن يقسم أحدهم أننا نحن سنصلي في الأقصى، حتى إذا سمع من الناس آمين يا رب تعززت لديه القناعة بصحة يمينه الذي لا دليل عليه. كل هذا مخالف لسنن النصر، ويجب على الموجهين أن يتوقفوا عن هذا كله ويوجهوا طاقات الناس إلى عمل ما عليهم ليستحقوا النصر في حينه. طيب، هل يمكن أن ينتصر أهلنا في غزة نصرا عسكريا مرحليا محدودا، بمعنى نصرا فيه عزة لهم وكسر ليتوحش الجبناء ضدهم وشيء من التنفيس عنهم؟ سأهمس كلمة في أذن أهلنا في غزة: ممكن. قد يبتليكم الله مزيدا ويصبركم، وقد ينتشلكم برحمة من عنده، وأنتم بخير على الحالين، فالله معكم وهو حسبكم ما دمتم صابرين محتسبين. وهذه الممكن أقولها لأجل إخوانا في غزة، مش علشان إحنا. عامة المسلمين تفاعلوا مع غزة بالتعاطف وترقب الأخبار دون تغيير حقيقي عميق مستقر في حياتهم، ودون بذل ما يستطيعون من الأخذ بأسباب النصر والتمكين على المدى البعيد، ودون يقظة تحركها صرخة في كيانهم بحجم الأحداث. عموم الناس ينتظرون خطاب أبي عبيدة، وماذا سيفعل لكم أبو عبيدة؟ الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم ويبارك فيهم على ما قدموه حتى الآن. أبو عبيدة وإخوانه إذا لم تسندهم الأمة فمن أين سيأتون لها بنصر؟ إذا لم نتعلم من بطولاتهم دروسا تنعكس على واقعنا بوضوح، فماذا تنتظرون من أبي عبيدة؟ أن يقول لكم ستخرق السنن وتعفى الأمة من الأخذ بأسباب النصر؟ يجب توجيه الناس إلى أن يفعلوا ما عليهم ويتأدبوا مع الله، ولا ينتظروا منه بضاعة لم يدفعوا ثمنها، وألا يتجرأوا على مساءلة الله تعالى عن أفعاله وحكمته ولماذا يطيل البلاء. التعشيم المخالف للسنن وترقب التحليلات التي تقول لنا النصر قادم والمجاهدون بخير والعدو مندحر، هذا كله لا تصح تسميته رفعا للمعنويات، بل نفخا للمعنويات قد لا يلبث أن ينفس فيهوي بصاحبه في الإحباط واليأس وخيبة الأمل، بل وسوء الظن بالله بعد أن خذل أحدنا دينه ولم يقدم ما عليه. يعني ما المطلوب منا؟ قلناه وقاله غيرنا مرارا وتكرارا، لكن كثيرا من الناس يريد وصفة سريعة لإنقاذ الوضع، ثم إذا رأى أن المطلوب سيأخذ وقتا وجهدا وطول نفس وتفكيرا ومصابرة، مل وفتر سريعا وهرب للبحث عن الأمل في التحليلات وانتظار الملثم. نتعذر بأن هناك من يمنعنا من نصرة إخواننا. طيب، هل سعينا إلى رفع هذا الذل والقهر؟ هل وضعنا أقدامنا في أول هذا الطريق؟ ما بوسعنا أن نعمله ولا يمنعنا منه أحد، هل عملناه؟ هل هناك تغيير بحجم الأحداث؟ هل امتلأت المساجد وأقبلنا على القرآن؟ أم فقط نمدح تربية غزة التي فعلت هذا؟ هل توقف الناس عن الإقبال على شراء البيوت والسيارات بالربا؟ هل تحجبت المتبرجة وأصلحت المتحايل على الحجاب حجابها؟ هل ردت المظالم؟ هل أسقط المطلقون والمطلقات الفاجرون في خصومتهم القضايا في المحاكم؟ هل بدأنا برامج توعوية تربوية مع أبنائنا؟ المعلمون ودكاترة الجامعات هل اتقوا الله في طلابهم وعلموهم ما يبني أمة ويساعدها على الأخذ بأسباب النصر؟ هل توقفوا عن تدريس زبالات الجندرة ومواثيق الأمم المتحدة والدول الكافرة؟ هل أقبلنا على تعلم ديننا؟ هل توقف أعوان الظلمة عن جرمهم؟ وإذا لم يفعلوا فهل تبرأ منهم آباؤهم وأبناؤهم وأزواجهم؟ 3 شهور من الطحن والمذابح وتكشير الكفر عن أنيابه بأبشع ما يكون، وفي الوقت ذاته آلاف المشاهد من البطولة والتضحية واليقين المتوقع منها أن تحدث ثورة في حياتنا، فهل أحدثتها بالفعل؟ ليس هذا كله إخواني للتقريع وجلد الذات، ولكن لنعرف أين نوجه الطاقات، ولئلا نعشم أنفسنا بنصر لم نبذل له. أهلنا في غزة انتصروا أشكالا من النصر أهم وأعظم من النصر العسكري، وعلى الله أجرهم، وهو سبحانه أرحم بهم وأكرم. ومن الغفلة وتجاهل سنن النصر أن ننتظر نصرا عميما ونحن لم نعمل كما عملوا، ولا ضحينا كما ضحوا،
طيب يعني ما نفرح بانتصارات إخواننا؟ بل افرحوا فرحا يدفع للعمل. ارفعوا إيمان الناس بتناقل المقاطع عن صبر أهلنا واحتسابهم وبطولة مجاهديهم وجبن عدوهم الحقير وأوليائهم الخونة. تناقلوا هذه المقاطع لتشحنوا الناس للعمل غير المرتبط بنتيجة هذه المعركة. تناقلوها لتوجهوهم أن يؤدوا ما عليهم ويحذو حذو أهل غزة. لكن لا تدغدغوا عواطف الناس ولا تغذوا فيها بطالة المتابعة والترقب والتواكل والتأميل بلا عمل. لا تغروهم بأن الله كريم وهو على كل شيء قدير، بينما تتجاهلون أن الكريم القدير سبحانه قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. حلل يا دويري، حلل لأهل غزة لا لنا، حلل لترفع همم المجاهدين وتؤملهم، فالأمل ينفعهم لأنهم حسموا أمرهم، إما نصر أو استشهاد. أما نحن فما نحتاجه ليس التأميل وانتظار النتائج، بل العمل. سنن الله غلابة ولا تحابي أحدا، والمعركة معركة أمة، وثمن النصر يستوفيه الله تعالى كما يريد. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الدؤوب الصبور لنستحق نصره، وحينئذ نستبشر بأنه لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.